بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب اولى وثانيه وثالثه ثانوي، الفيديو ده انا بستعد ليه من فتره كبيره، من يعني يمكن الشهر كله بحاول ان انا اظبط لك الفتره اللي جايه هتكون ازاي، بحيث انها تكون فتره كويسه يعني، سواء الاولى او ثانيه او ثالثه ثانوي، واستفيد منها كويس. ليه؟ لان سنه جديده هتبدا. انا دايما اقول لطلاب سنه ثالثه بالذات، بقول لهم يا ابني اللي بيسألني دايما يا مسو في فرص ولا مفيش فرص، انا ضاع مني كتير، بقول له طالما السنه الجديده شهر واحد لسه ما بدأش، يبقى قدامك الفرصه، بس دي اخر فرصه بالنسبه لك، خلاص مفيش كسل تاني. انت عايز تشتغل بقى، ده موضوعك انت، احنا بنحاول نعمل معاك كل حاجه، بس انت لازم تساعدنا شويه. هتقول لو متاخر في كذا، والله لو متاخر هتلحق جدا، انما هتقعد تسال كل شويه انا هلحق ولا مش هلحق، هلحق ولا مش هلحق كده، خلاص بقى انت اقعد تضيع اسئله وخلاص. لا يا جماعه، لو سمحتم ابداوا اهتموا شويه، الفتره اللي جايه دي حاسمه في حياتك، هتفرق في مستقبلك كتير جدا. افتكر المصاريف اللي اتصرفت عليك، وافتكر مجهودك وتعبك في فترات كتير جدا، وثق تماما في ربنا ان انت لو قصرت فتره ربنا كريم جدا. ما هو ربنا مش هيحاسبنا حساب زي ما احنا بنحاسب بعض، لا ربنا كريم جدا، بس انت الجأ له وارجع لربنا كده وقول انا خلاص هبدا صفحه جديده فعلا، لان دي اخر فرصه تقدر تبدا فيها صفحه جديده. بالنسبه للسنه الثالثه، هبدا بسنه الثالثه الاول، اولى وثانيه ان شاء الله اعملهم جدول كويس جدا الفتره اللي جايه دي لحد الامتحانات. بالنسبه للسنه الثالثه، اولا قبل ما ابدا اقول الفتره اللي جايه نظامها ايه، عايز اشكر اثنين في الفتره في الشهر الاخير التزموا جدا، التزموا بالجدول وكانوا بيتابعوني وكانوا بيطلبوا كمان امتحانات زياده. الطالب محمد علي محمد، وده هياخد الساعه دي هديه كده، حاجه بسيطه مننا كده، في هديه عشان التزامه الفتره اللي فاتت. والطالبه سلمى مدين من هي برضو ساعه بسيطه هديه ليها. ده الجزء الاول. بالنسبه بقى الفتره اللي جايه مختلفه عن اللي فات. ليه؟ كل واحد يا جماعه في سنه ثالثه دلوقتي عنده مشكله في جزء معين، في حاجه معينه. في اللي عنده مشكله في الكيمياء، وفي اللي عنده مشكله في الاحياء، وانا مدرك تماما بكده عشان دايما متواصل مع الطلبه. في اللي عنده مشكله في العربي، في الانجليزي، وفي الفرنساوي برضه، في الاحياء، في التاريخ، في الفلسفه. هنا صعب جدا، وعشان كده انا كنت اعترضت على الجداول اللي هي اللي فيها مذاكره مواد مختلفه كتيره في اليوم. لا، كل واحد عنده ظروف مختلفه، غير اول سنه. اول سنه كلنا يعتبر سواسيه، فبنقدر نحدد المواد اللي احنا هنذاكرها عادي، انما دلوقتي ما اقدرش مثلا احدد لك حاجه معينه وانت عندك ضغوطات تانية. ولكن ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل بالنسبه لمجموعه الصامدين، لازم هسيب لك الاسبوع ده، ركز معايا افهمني كويس فيه، يعني الاسبوع ده مثلا هيبدا النهارده والجمعه ان شاء الله، هسيبك انت تحدد لي الماده اللي هتذاكرها النهارده. هتشترك في مجموعه الصامدين، يبقى تبعت لي رساله على اساس ان اكون متابع ليك، هتقول يا ميسيو مثلا انا عايز في الاسبوع ده الم العربي، بنمشيها اسابيع زي ما كنت ماشي في الاول، بس الفرق ان انت اللي هتحدد لي الماده مش انا، على حسب ظروفك انت، عندك امتحان الجمعه اللي جاي كيمياء وعايز تلمها كويس، خلاص يبقى تقول يا ميسيو انا هذاكر كيمياء الاسبوع ده. المطلوب مننا بقى انت مجرد ما هتقول لي هذاكر عربي، هذاكر كيمياء، هذاكر فرنساوي، هنزل لك امتحانات المنصه بتاعت نجوى، هنزلها لك وتقعد معاك الاسبوع كله. منين انت ما تخلص مذاكره تمتحنهم. مش هتمتحنهم يبقى انت كده مع نفسك مش هتابعك. كلامي يبقى واضح. اجتهدت كويس وكملت، ان شاء الله هيطلع كويس باذن الله. الاول في الالتزام والاعلى في المجاميع في اخر الشهر، هديله كشكول ده هديه. الصراحه ما كانش في دماغي، بس انا اللي لقيته قدامي يعني، فقلت خلاص هديه هديه. كشكول 6 واجهه، ينفعك جدا في المراجعه، ده خلي بالك. 6 يعني ينفع في المراجعة النهائية، لأن المراجعات خلاص جرت إن شاء الله. طيب يبقى واحد تاني، يبقى كل واحد ليه شكل معين. هتبعت لي رسالة هتقول أنا مشترك معاك في مجموعة الصامدين إن شاء الله، وهذاكر في الأسبوع ده مثلا أحياء، هذاكر الباب كذا وكذا، عايز يمسوا على آخر الأسبوع ده أمتحن مثلا على الباب كذا والباب كذا. أقول لك حاضر أنا معاك. يبقى الشهر ده هنقضيه كده بحيث إن إحنا نلم نفسنا فيه جو. فهنتظر الرسالة دي منكم إن شاء الله النهاردة بإذن الله. وهم اللي هيشتركوا معايا في الشهر ده، هم اللي باذن الله ليهم يوم ترفيه اتفقنا عليه قبل كده، هيبقى في واتفقنا ان هو يبقى في شهر 2 في الاجازه ان شاء الله. اللي هيشتركوا بقى، اللي هيشتركوا معايا في الموضوع ده ليه؟ عشان يلتزموا ويهتموا اكتر شويه.
اقول تاني اقول تاني عشان اللي بيفهم المرتين. انت هتبعت لي كل يوم جمعه بالليل هتقول لي يا ميسو انا عايز اخلص الاسبوع ده ماده كذا. انت لا تحددها بنفسك، على حسب ظروفك وعلى حسب اخر الاسبوع انت عندك امتحان ايه مثلا الجمعه الجايه. ده بالاضافه طبعا للمذاكره المواد اللي عليك اساسا. نروح لسنه اولى وثانيه ثانوي. اولى وثانيه ثانوي ان شاء الله عامل لكم جدول حلو جدا، هيبدا من بكره 31/12. هيخلص قبل الامتحان بيومين بحيث ان احنا نلحق نذاكر الماده اللي عليها الدور في الامتحانات، يعني اللي عليها الايه اللي هنذاكرها في الامتحان مثلا اول ماده عربي وكده. الجدول محطوط بناء على نظام الامتحانات برضو، لان ما ينفعش مثلا ابدا بكيمياء وعلم نفس كمثال يعني وهم في اواخر الجدول هناك، يبقى كده انا لما ابدا بيهم دلوقتي يبقى هنقعد فتره كبيره جدا ما نذاكرهمش. لا، لازم ابدا بالنظام وناسق ماشي مع امتحانات النص السنه ان شاء الله. اولا احنا الحمد لله ذاكرنا كتير، فباذن الله المواد مش هتاخد وقت كبير مننا زي الاول. دلوقتي احنا ذاكرناها كذا مره واخر جدول بالذات ظبطنا العمليه تماما. يعني هنحط الجدول دلوقتي كل يوم ماده معينه، لو بالنسبه اللي هيذاكر الماده دي وعايزني اتابعه يبقى انا هتابعه ان شاء الله يوميا، هيبعت ان هو خلص المواد دي مثلا اول يومين هنخليهم ايه عربي وهكتبه دلوقتي، اول يومين هيبقوا عربي. في اليومين دول هنزل امتحانات عربي على المنصه كذا امتحان بحيث انك تتدرب عليهم جدا جدا. اعلى طالب هيجيب درجه في المنصه في الاخر هيشوف المجموع، اعلى طالب هياخد برضه نفس الكلام كشكول ستة وجه، يعني كشكول حلو جدا هينفعك جدا في الترم الثاني، او ممكن تخليه للجامعه بقى عشان ده كشكول خطير. ده مين ده؟ ده اللي هيجيب اعلى الدرجات في امتحان المنصه. انا عايز اكافئ كل ملتزم، بس هي الامتحانات هي اللي هتحدد لي مين اللي ذاكر كويس ومين اللي هيجاوب اعلى، مين اللي هيهتم اكتر، لان ممكن انا مثلا ادي حد ملتزم من غير امتحانات، طب انا اضمن منين هو التزم؟ مش مجرد الرساله اللي بيبعتها لي هتكفي، الرساله اللي بيقول لي فيها انا مثلا خلصت كذا، لا يبقى لازم في درجات معينه. يبقى الجدول اللي انا هعمله دلوقتي كل ماده هتتكتب عليها امتحانات بالليل في المنصه، امتحانات منصه نجوى. هنزل اسئله كتير فيها، انت هتستفيد من الامتحان ده اولا، ثانيا هجمع الدرجات في الاخر اخر الاسبوعين دول او ال 10 ايام بتوع المذاكره دول، هم يعتبر 12 يوم بالظبط، هخلصهم هجمع الدرجات، اعلى حد ان شاء الله ياخد الكشكول ده باذن الله. نروح نشوف الجدول مع بعضينا بتاع ايه، نبدا بسنه ثانيه الاول، نشوف جدول سنه ثانيه الاول، يلا. فانت اكتب معايا بالنسبه لثانيه ثانوي، هنكتب اول يوم بكره اللي هو السبت، اوله السبت 31/12، ده هنذاكر فيه ان شاء الله؟ هنذاكر عربي. طبعا ده جدول علمي، دي ظاهر علمي هنا، ده جدول علمي، وهنا هيبقى جدول ايه؟ ادبي. ركز معايا. هنذاكر عربي بالنسبه لعلمي، هيذاكروا عربي يوم السبت 31/12 ويوم الاحد 1/1/2023 ان شاء الله. يبقى العربي هياخد لازم نخليه في يومين، مش عايزين ننسى نفسنا في ماده معينه هنلاقي نفسنا تايهين بعد كده في مواد ما ذاكرناهاش اساسا. يبقى الحد السبت والحد هيبقى عربي، تمام. يوم الاثنين بقى خلاص 2/1 خلاص، يبقى الاثنين مش لازم نكتب الاثنين، يوم 2/1 هنذاكر بعد العربي. بعد العربي ان شاء الله هنذاكر يومين رياضه، ركزوا معايا، رياضه. و3/1 برضه هيبقى رياضي، تمام؟ حلو جدا، ده العربي وده الرياضة. انتوا هتكمل بقى تكتب الاثنين والثلاث. طيب بعد الرياضة هيبقى ان شاء الله انجليزي يومين بنفس ترتيب الامتحانات بالظبط، يوم 4/1 انجليزي لازم يخلص يا جماعة، لازم يخلص، يعني لازم انجليزي في الوقت ده يخلص خالص، يوم 4/1 و5/1 ان شاء الله لازم انجليزي ينتهي. حلو جدا. طيب بعد الانجليزي هيبقى احياء، نفس الكلام يومين احياء، تمام. بعد كده بعد الاحياء هيبقى فرنساوي، الفرنساوي يوم واحد بس، هيبقى يوم 8/1. نحاول ايه عشان الصوره تبان كويس، سوري. يوم 8/1 فرنساوي، تمام؟ يوم واحد بس فرنساوي كفاية، لأن الفرنساوي كويس الحمد لله سهل وتمام. بعد كده يوم 9/1
وعشرة واحد فيزياء. يوم تسعة واحد وعشرة واحد ايه؟ فيزياء. بعد كده يوم 11 واحد دي فيزياء خلاص، 11 واحد و 12 واحد كيمياء. تمام؟ ادي المنهج بتاعنا بنفس نسق الامتحانات بالظبط. عربي يومين، رياضه يومين، انجليزي يومين، احياء يومين وده كويس جدا. فرنساوي يوم، فيزياء يومين، وكيمياء يومين. طيب نروح لادبي بقى، ادبي ان شاء الله هنبدا بالعربي هيبقى ثلاث ايام. يوم 31 12 عفوا 31 12 واحد واحد واثنين واحد ده هيبقى عربي ثلاث ايام. هتقول لي العربي اشمعنى خد ثلاث ايام في ادبي؟ حظهم كده، المواد الادبيه مش هتاخد وقت كبير، فانتوا حرين. انتوا دخلتوا علمي يبقى خلاص يبقى خليك في علمي بقى. إيه بعد كده هنذاكر جغرافيا يوم واحد بس اللي هو يوم 3 1 جغرافيا. تمام؟ 3 1 ده جغرافيا. بعد كده يوم 4 1 و5 1 رياضة. يوم 4 1 و5 1 ده هيبقى رياضة. تمام؟ اكتب معايا. بعد كده إن شاء الله إنجليزي هياخد 3 أيام. 6 1 و7 1 و8 1 ده انجليزي برضه حظهم حلو ان هم هيذاكروا اكتر شويه لان المواد الادبيه عندهم سهله مش هتاخد وقت. بعد كده عندنا يوم 9 1 ده فرنساوي، يوم 9 1 فرنساوي. تمام؟ وبعد كده عندنا يوم انا طبعا كاتبهم ومجهزهم يعني 10 1 تاريخ، 10 1 تاريخ، 11 واحد فلسفة، وبعد كده علم نفس يوم 12 واحد. يبقى الاثنين هيخلص يوم 12 واحد، بعد كده بإذن الله يبدأوا في مذاكرة المواد بتاعة الامتحانات نفسها. ده بالنسبة لسنة تانية ثانوي. نروح لسنة كام؟ سنة أولى ثانوي. ده خلاص الكتاب ده كده تمام؟ اكتبوه كويس. نروح لسنة أولى ثانوي. سنة أولى ثانوي كلهم واحد طبعا، مفيش ايه؟ مفيش لا علمي ولا ادبي، كلهم حاجه واحده. طيب 31 12 12 واحد واحد ده هيبقى ايه؟ عربي. 31 12 واحد واحد يعني بكره وبعده ان شاء الله. يوم 2 1 ده احياء، 2 1 احياء. تمام؟ يوم 1 كفايه الاحياء. بعد كده يوم 3 1 و4 1 رياضه، 3 1 و4 1 رياضه حلو جدا. بعد كده ان شاء الله يوم 5 1 تاريخ، يوم 5 1 تاريخ، ويوم 6 1 فرنساوي حلو جدا. بعد كده الكيمياء يوم 7 1 و8 1 كيمياء، كيمياء كبيره تعرفهم لازم يومين. هتقول لي عايز اكتر من يومين، هقول لك الجدول هيختل كده، هتلاقي نفسك في مواد مش هتذاكرها. الفيزياء يوم 9 1 اللي هنا كده، 9 1 هتبقى فيزياء حلو جدا. بعد كده عندنا 10 1 جغرافيا. بعد كده 11 واحد انجليزي، ويوم 12 واحد هيكون مادة فلسفة ومنطق فلسفة. ده وبكده يا جماعة تمام كده، يبقى كده خلصنا نظام سنة ثالثة ثانوي جماعة الصامدين، ونظام سنة ثانية ثانوي جدول سنة ثانية، وجدول سنة أولى ثانوي. اتمنى ان انتوا يعني تهتموا جدا بالفتره دي، لانها فتره فعلا مهمه وفتره حاسمه وفتره هتفرق في حياتك كتير. رجاء التزم جامد عشان يعني باذن الله ربنا يكرمك ان شاء الله. ولو احتجت اي حاجه انا تحت امرك ومعاك على طول. يلا سلام عليكم.